السلام عليكم يا حلوين، كيف الحال؟ تعالوا أقولكم كيف عملت هالمعمول اللي بالفستق الزاكي الشهي. والله أحكي لكم يعني طريقة سهلة، مكونات خفيفة ظريفة موجودة وطعم والعشاء. شوفوا، أنا كاسة فستق، كاستين لوز، ونص سكر ستيفيا، ومعلقة من ورد ومزهر، بتحطوا معلقة صغيرة زبدة. هاي بلشت أحط اللي هو طحين اللوز، بعدين طحين الفستق، جبت فستق ونعمته، سكر هيك على طرف. طبعا رح اكتب لكم المقادير. السكر شي نص كوب، معلقه من مزهر، ومعلقه من مورد، معلقه صغيره تنتين، وكريمه هاي الجيمر حطيت منها تقولوا معلقتين كبار كمان. واخر شي ضفت المعلقه الصغيره من الزبده، الزبده كانت يعني بحراره الغرفه. بس هي بدكم تزيدوا لها ملون طعم اخضر، ممكن تضيفوا عادي، وبلشوا تدعكوها مع سوا. شوفوا طريقه جدا سهله، وبصراحه بالاخير بتاخذوا نكهه وطعم زاكي. هاي هلا نبلش ندخل المواد كلها مع سوا. حلو للكيتو، سهل. كنت زمان اعمل المعمول وقعد احشيه وافتحه وابصر ايش هاي منها وفيها، منها وفيها. يعني إشي فستق، ليش واحد يقعد يحشي فستق؟ كمان هي أصلا فستق هي زاكي. هي ململم العجينة، عم بحاول أشوف. طبعا هون في اختبار بتشوفوها إذا بدها كمان لوز ولا لا. هاي بشوف أنا معكم بالفيديو، جربتها حسيتها طرية، رجعت ضفت لها كمان، حطيت بحدود كمان شي 4 معالق أو 3 معالق كبار. يعني صار عنا زي كوبين من اللوز وكوب من الفستق الحلبي. وبتجيبوا هالقالب وتحطوا عليه على تحت نفس طحين اللوز، وتبلشوا تشكلوا فيهم زي ما انتوا بتحبوا الشكل، بدكم بالمنقاش، بدكم بهاي الأداة، انتوا حرين. بس هذا الشكل كان حلو بصراحة، عجبني. كملت كل الكمية وحطيتها على درجة حرارة 180 لمدة 10 إلى 12 دقيقة. وهذا كان شكلها النهائي، كله حطيتها فوق طحين لوز. شوفوا ما أحلاهم، بجننوا. وكمان عملت لهم تبعت كريمة الفستق، إذا بتحبوا تشوفوها بفيديو تانية كمان بحط لكم الرابط عشان نشوف كيف عملت اللي هي كريمة الفستق. شهية وزاكية، بحب انكم تجربوها. احكوا لي بالتعليقات، ما تنسونا من الدعم والاشتراك في القناة مشان اضل انزلكم وصفات للكيتو، وصفات كمان بعمل مش كيتو بس الاكتر للكيتو. يعطيكم الف عافية. شوفوا طراوتها ما احلاها، بتجنن بتجنن. صباح الخير للجميع، ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.